بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله راح نديره ملخص مادة الضوء الكهربائية بالنسبة للسنة الثالثة من المتوسط. تبع معنا هذا الفيديو حتى للآخر. رانا ولينا اليوم راح نسيو نفهموا الضوء الكهربائية. لموضوع الضوء الكهربائية راح نعملوا الضوء الكهربائية على التسلسل والضوء الكهربائية على التفرع. باه نفهموا موضوع الضارات الكهربائيه، الضاره الكهربائيه على التسلسل وعلى التفرع، راح نقترحوا واحد اللعبه اللي نشوفوها بزاف في الالعاب الاولمبيه. يكون عندنا مثلا 3 فرق، ولا الفريق الازرق، الفريق الاحمر، الفريق البنفسجي، الفريق الاخضر وغيرها من الفرق. كل فريق تكون من 4 لاعبين او اكثر او 3 لاعبين، كل لاعب موضوع في مكان خاص به، وتكون بيناتهم مثلا خاص ما يجي الاول يوصل للثاني، خاص تكون عندهم حاجه تتوصل بيناتهم، مثلا كره ولا يعطوهم قطعه خاص توصل اليد من اليد الاول لليد الثاني. مثلا اقترحوا هذا الرسم. عندنا مثلا في هذا الفريق عندنا اللاعب ا واللاعب ب واللاعب سي واللاعب دي. عندنا اللاعب ا واللاعب ب واللاعب سي واللاعب دي. باه الكره مثلا توصل لنا من ا حتى للدي، لازم تفوت من ا للبي، من البي للسي، من السي للدي، والدي عاود يولي بها للا. لو كان واحد ما يكونش في بلاصتو مثلا، ولا واحد ما توصلوش الكره، مثلا سي ما توصلوش الكره، الكره جينا من ا للبي وما يتوصلش للسي، تسمى المستحيل توصل للدي وتعاود تولي بيها، تسمى عند البي ما تفوتش، تسمى للفريق خاسر. دركا مثلا عندنا في الفريق الثاني، فريق يتكون من لاعب ال ام ان او. ال عنده اختيارين، يا يمدها للأم يا يمدها للأم، يا يمد الكرة للأل وأم. إذا مدها لهم في زوج، في زوج غادي يوصلوها للأو ويعود يولي بها للأل. إذا وصلها لواحد فيهم ولا أل وصلها لهم في زوج، مثلا أل ما وصلهاش بصح أم يوصلها، ثم لأم غادي يوصلها لنا للأو والأو يوصلها للأل. هذه نفس الطريقه اللي رانا درناها دركا، راح نشوفوها على جهاز الحاسوب في لوجيسيال ايزيس بروتيوس. مثلا هذه تسمى ضاره على التسلسل وهذه ضاره على التفرع. خير هاك احسن، نزيدو نكبروها باش تبان. قلنا الضارة الكهربائية تتكون من بطارية قاطعة مصباحين او اكثر، باه نقولو راه على التسلسل ولا على التفرع. في المثال النموذجي احنا قلنا باه الكرة تفوت من ا حتى لدي، لازم تفوت البي والسي، اذا ما فاتتش واحد فيهم سمالهم ما غاديش تفوت. هنا التيار الكهربائي كيفوت يخرج من البطارية، لازم كيفوت النفذ المصباح الاول والمصباح الثاني مباشرة يولينا البطارية باش ينشعلونا المصابيح الاثنين. ديما البروغراماسيون تاعنا هاهم. الدار الكهربائية عندنا قاطعة مغلقة، مادام مر في المصباح الأول مر في التيار الكهربائي في المصباح الثاني وعاد للبطارية، المصابيح تضيء. ناخدو مثال مثلا ما يوصلناش للمصباح الأول، هنا نشوفو إذا يضيء المصباح الأول والثاني ولا ما يضيءش، خلاص
لا توجد إضاءة للمصابيح. نشوفوا مثلا هنا نفس الشيء، لا توجد إضاءة. الدارة الكهربائية على التفرع عكس ذلك، يلقي يفوت لنا غير الواحد والاخر ماشي شرط يفوت فيه، عادي باش يتشعل لنا المصباح. راح نشوفوها هنا، ها هي الدارة الكهربائية على التفرع، تتكون من بطارية قاطعة لإشعال الدارة الكهربائية أو إغلاق أو إطفاء الدارة الكهربائية، مصباحين على التفرع، يمكن يكون أكثر من مصباحين. هنا راه عندنا المصباح الأول والمصباح الثاني، راهم على التفرع. راح نغلق القاطعة، نصبر قليلا حتى بلاما انما لنا البروغرام تاعنا. راح نزيدو نوصلو الدرس تاعنا. في الكهرباء عندنا عنصرين اساسيين اللي هما شدة التيار والتوتر الكهربائي. شدة التيار الكهربائي بشكل عام هو تدفق للشحنات الكهربائية عبر الموصل الكهربائي، ويطلق عليه ويطلق على كمية الشحنات التي تعبر خلال فترة زمنية معينة، اسم شدة التيار الكهربائي. نرمزو له الأ نسبة للعالم أمبير، العالم الفيزيائي الفرنسي، ويتم قياس شدة التيار الكهربائي بواسطة جهاز الأمبير متر، يتوصل على التسلسل على التوالي مع العنصر الكهربائي. والتوتر الكهربائي ويمكن أن نجده هو الجهد الكهربائي أو فرق الجهد الكهربائي أو القوة الفولتية أو القوة الدافعة الكهربائية، يرمز له في النظام الفرنسي بيو والنظام الإنجليزي بي في. وحدته الفولت نسبة إلى العالم فولت، ويقاس الجهاز الذي يتم قياس به هو جهاز الفولت متر، يركب على التفرع. هنا رأينا عدنا عينات من القاطعة، مثلا هذه تسمى في اللغة الأجنبية بالبوطن بوسوار سويتش، وهنا عدنا سويتش دوبلي. راح نطرق نفس الشيء إلى واحد خاصية جديدة، شي خاصية فصل واحد العنصر جديد راح نضيفه في الدارة الكهربائية اللي هي المقاومة، لا ريزيستانس ان انجلي ريزيستور، يمكن ان نجدها تحت اسم مقاومة او منصهرة كما نلاحظ هنا. راه هنا عندنا الوان، كل منصهرة عندها لون خاص بها. عندنا جدول نستعين به، عندنا جدول خاص نستعين به، كل لون عنده الرقم الخاص به. يمكن أن نجد في الدارة الكهربائية على هذا الشكل بالنسبة للنظام الأوروبي، أو النظام الأسيوي نجدها بهذا الشكل. العلاقة اللي تربطنا دركا بين شدة التيار الكهربائي والمقاومة والشدة أو التوتر الكهربائي، عندنا العلاقة هي U تساوي R في E، بمعنى التوتر الكهربائي اللي راح يكون بالفولت يساوي المقاومة R اللي راح تكون بالأوم في E. وتعرفنا فيما سابق باللي الاستطاعة هي الطاقة على الزمن، P تساوي E على T.
بي راح يكون لنا بالوات، والاو بالجول، والتي بالسكوند. نفس الشيء راح نقوله بي تساوي او في اي الفولت، الاو بالفولت والاي بالامبير. ها هو ولنا البرنامج تاعنا. راح نغلق الدار الكهربائيه، المصباحين الاثنين راهم تشعلوا. لو كان مثلا واحد فيهم ما يكونش في بلاصتو، بصح التيار يموت للجهه الاخرى، راح تكون عمل عادي. مثلا هنا انا نحيوها ما نخليوهاش، ونشوفوا اذا راح يفوت التيار الكهربائي ولا لا. هوا مر. نعود نوليو، قلنا نقيسو شدة التيار الكهربائي جهاز الامبرمتر اللي راح نستعملو. جهاز الامبرمتر يتركب على التسلسل، وحدته الا، وجهاز الفولتمتر يتركب على التفرع ووحدته الفي. وهذا الرسم تاعه كي نديرو في الدارة الكهربائية. والمقاومة اللي راح تكون نرمزو لها بار ووحدتها بالأوم، القيمة تاعها راح نشوفوها على حسب الألوان اللي راه فيها. وعندنا القانون مثلا يكون U تساوي R في E. مثلا عندنا في التمرين يعطيك يقول لك بطارية تاع 10 فولت ومقاومة 220 فولت، كم يبلغ شدة التيار الكهربائي؟ راح نديرو U تساوي R في E، بمعنى E تساوي U قسمة R. كي ندو هادي 10 وهادي 220، راح نديرو العملية الحسابية تاعنا. 10 قسمة 220 خرجت لنا 0.04. ندو رقمين بعد الفاصلة يكفي. 0.04 تبعينا. عندنا بطارية 10 فولت، وعندنا مقاومة 220 اوم. ركبنا جهاز الفولت متر، هي مكتوبة هنا فولت، جهاز الفولت متر على التفرع، وجهاز الامبير متر على التسلسل. جهاز الفولت متر اللي راح يقيسنا شدة التيار، شدة التوتر عفوا، وجهاز التيار الامبير متر راح يقيسنا شدة التيار اللي راح تعطينا بالامبير. في العملية الحسابية كي درنا 10 قسمة 220 خرجت لنا 0.04. راح نشوفو شا يخرج لنا هنا، هاي خرجت لنا 10 وهي 0.04، هاي تاع الأمبيرمتر تاع الأمبيرمتر اللي عطاتنا النتيجة 0.04، والفولت هي 10 فولت تاع البطارية. هذا هو الملخص اليوم، ودوك نزيد نديرو ملخصات واحدة أخرى إن شاء الله. سلام.